هذا بيتوتي بي سبع احتمالات سبع اجابات. السؤال يقول حدد، هسه لا اذكر ولا اسمي، حدد حدد شيئا تراه على جدار الحمام. يلا. ممكن مرآة. المرآة، المراية موجودة؟ طبعا موجودة، وهي سادس احتمال. التعلاقة اللي تتعلق بها المناشف، تعلاقة الملابس أو المناشف، خلنا نشوف، موجودة، وهو ثاني احتمال. أنت تقررين مع من؟ مع من؟ نعطيهم. نعطيهم إياه؟ سهل. لا والله. إذن تفضلي أخت سارة وتفضلي أخت ما، هذه هدية لكم اقتنصوها. أخطاها، حدد لي شيئا تراه على جدار الحمام. الدوش. الدوش خطأ. مدى أقول انتبه على السؤال منطوق. حدد لي شيئا تراه على جدار الحمام. الدوش حالة أخرى، جاي طالع من الأنابيب وفوق رأسي بالجدار. وأخ ياسر، رف. رف، خلينا نشوف. الرف، الرفوف موجود، رف مرايا، كلابات، تعليق. وأخذ غادة، حددي لي شيئا تشاهدينه على جدار الحمام. ممكن لوحة.